यस्तो घमण्ड गर्ने वालाहरूलाई हामीले प्रश्न गर्ने हो कि तपाईँले थाहा छ कि यो किताबहरूको पाठहरू के हुन्? यदि त्यसले उत्तर दियो भने ठिकै छ, नत्र भए त्योभन्दा राम्रो मुस्लिम यानि आम नागरिक हो, मुस्लिम आम नागरिक त्योभन्दा राम्रो الدروس يا كتاب باتر رو كابيشكيو طريقة السلف مع القرآن وحفظ القرآن والعمل به سلف يعني غايكا عمرو غايكا فلفل ورما عرقو طريقة كيتو قرآن قبال ما قرآن 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 متطبر قرآن قرآن كيتو وبيان التوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك त्यसै गरी यसको विषय हो कि तौहिदको बारेमा बयान गर्ने र त्यो तौहिद विरुद्ध जे शिखहरूका शिखहरू छन् ती शिखहरूलाई प्रश्न गर्ने त्यसै गरी नमाजको बारेमा बोल्यो الوضوء والطهارة वजुको बारेमा पनि बोल्यो वा الآداب والأخلاق الإسلامية र व्यवहार प्रति पनि यस किताबमा छलफल गरिएको छ وتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. نعم. هذا محتوى هذا المتن المبارك. نعم. القسم الأول طريقة السلف مع القرآن. هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن؟ أو حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل؟ وقرآن كم تبارك ترى تنا القرآن بجنا؟ لا. لا هذا ولا هذا. إيش بني بني القرآن؟ إذا انقسم الناس تجاه القرآن إلى ثلاثة أقسام إلى طرفين ووسط. ما نس روما ده ما نس روما القرآن برتي تين قسم كا يعني ترى برتي إيش مانو؟ قسم يهجر القرآن. أقول لك قسم قسم القرآن بيقولي شو ديسه؟ لا يقرأ. قرآن 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 تلاوتي قرآن ولا يعرف معنى الآيات قرآن كو آيات هرقو معنى بني كل قرآن ولا يعمل رعمل بني قرآن ولا يتداب القرآن رقيا قرآن لي أسلح أحمر بوشار بني قرآن وقسم يقرأ فقط بلسان دون أن يفقه شيئا دوسرو قسم هو دوسر قرآن دا برسة تر أحمر مقلم أتر برسة قلدي مزيكو معنى قرآن نعم الذي يريد أن يكون على طريقة السلف لابد أن يحفظ حفظ يومي. جو تحن سكي هو بيتا كمان ما أبوك طريقة ما أبو أفضل شيء ولا يحفظ كروس وما شيء ضروري سكي وصل دين ديني قرآن يحفظ. عشر آيات خمس آيات في كل يوم. تاني بدو بلي خمس آيات أو دوس آيات وصل يحفظ. تقرأها أولا على إنسان متقن للقراءة حتى يصحح لك القراءة. سبحان الله بيلا كيوني تبيلا هنا قرآن كو آيات كاري ما تقرأه. تح تحفظها تنظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر لا تنظر المطولات في التفسير تنظر تفسير مختصر تفسير هذه الآيات وتستعين بالله على العمل وبهذا تتعلم وتحفظ وتعمل نعم هذه طريقة السلف. يي عمرو بيتك أول ما عمرو بيتك أول خالقه قرآن فردي كي طريقة. لأن الانتساب إلى السلف هذا ليست كلمة تقال باللسان لابد يصدقها العمل لابد إنسان يعمل بهذا يعمل على مكان على السلف. كي أنا سلف وطرف أنا مسلم قرني كيو مو برا بدنا ودينا برو دس كوز تبوت يعني عمل ليه تبوت دينا ضروري. نعم. إذا لابد من الحفظ اليومي تصحيح القراءة وخاصة سورة الفاتحة. إذا أخطأت في سورة الفاتحة قد تكون الصلاة باطلة. خاصة من يقرأ الذين يقرأها الذين. نعم فمهم جدا ان نصحح قراءة الفاتحة حتى لا تبطل الصلاة. كذلك قصار السور يعني من الزلزلة إلى الناس. والله أعلم. الله سبحانه وتعالى.